عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي مع كيفية تحريكها، يعني هنعمل من الصورة فيديو كمان. يلا بينا نشوف الحكاية دي هنعملها إزاي. هندخل أهوت على مايكروسوفت ديزيجنر، هنكتب في البحث هنا مايكروسوفت ديزيجنر. أنا هنا بشتغل على المحرك البحث اللي اسمه إيه؟ إيدج، محرك البحث الخاص بي اسمه إيدج، تمام؟ هاجي على الرابط أهوت، لازم العلامة بتاعت الديزيجنر دي ألاقيها. على فكرة الديزاينر ده كمان له ابلكيشن او تطبيق بينزل على الكمبيوتر، يعني ممكن انت تنزل التطبيق او البرنامج على الكمبيوتر، العلامه بتاعته هي اللي هي العلامه دي، تمام؟ طبعا اول ما بضغط على مايكروسوفت ديزاينر بتظهر برده العلامه بتاعته اللي هو بيبدا يرسم الشكل بتاع الايه اللوجو بتاعه اللي هي بالشكل ده، عشان في ناس برده سالتني قالت انا مش عارف ادخل على الموقع. بسيط جدا. او ممكن حضرتك انت اهوت عندك HTTPS www.designer.microsoft.com، ده الموقع اهوت، مفيش اي مشكله، وهسيبه المره دي لحضراتكم في الوصف او الديسكربشن، تمام؟ طيب بعد كده بندخل اهو، بنطلع كده عشان نختار اول اداه عندي اللي هي الايمج كرييتور، هنضغط عليها يبدا يحمل معانا هنا. طبعا هنعمل الصوره هنا، بعد كده هندخل على موقع تاني هنشتغل عليه دلوقتي ان انا احرك من عليه الصور، وهيعمل لي فيه اكتر من اداه برضو هنشوفها على الموقع. احنا كنا شرحنا برضو ايه عنه نبذه قبل كده على اللي هي القناه هنا اهوت. هنبدا نحط هنا برومبت بتاعنا. طبعا البرومبت انت حضرتك بتعدل بس في الاسم بتاعه، عاوز تعدل في الوظيفه او الشكل عادي مفيش مشكله. انا عامله فتاه بمناسبه شهر رمضان او كلام من ده، كل سنه وحضراتكم طيبين. تقدر ان انت تستخدمها وتعمل بها الصوره، بعد كده نشوف اللي ازاي ان احنا نحولها لفيديو. هنا هيبدا اهوت يعمل المعالجه. طبعا ممكن ان انت بدل ما انا مختار فتاه ممكن ان انت تقول له طفله، ممكن ان انت تغير بدل فتاه ممكن تخليها بوي او رجل او كده، يعني دي الحاجات اللي احنا ممكن نغير فيها. ممكن طريقه اللبس، اللون بتاع اللبس تغير فيه اهوت. هنا اهوت محطوط اهيت ندى، ادي هنا طبعا مع الايه اللوجو بتاعي هنا ده، وهنا كده برومبت جميل جدا ولا احسن من كده. ملكه الندى امين اهو، تمام كده. هبدا انزل احمل الصوره عندي، وبعد كده ندخل على الموقع الثاني اللي هنبدا نحرك من خلاله الصور. الموقع الثاني اللي احنا نشتغل عليه اسمه رانواي، تمام. رانواي اهو، رانواي، ودي العلامه اللي هو حرف الار ده اللي هو العلامه بتاعته. هنبدأ نضغط على الرابط الأولاني بتاعه هنا، وهيبدأ يطلب طبعا مني أي موقع لازم هشترك عليه أول مرة، هيطلب مني إن أنا أعمل إيه تسجيل دخول عليه. هنا طبعا بيقول لي تراي رانواي فور فري، أو من هنا بيقول لي ساين أب أو لوج إن، أعمل دخول اتس فري، أعمل ساين أب تسجيل دخول. طبعا هيجي يقول لك أسهل حاجة، هيقول لك أنت هتشترك من خلال إيه؟ من خلال الجيميل. طبعا اغلب مواقع الذكاء بتتيح ان انا ممكن اشتغل من خلال الايه الذكاء الاصطناعي، من خلال ايه مواقع الجيميل. هنا هو بيقول لي دخل الايميل بتاعك عن طريق تسجيل بالايميل، ولا عن طريق اللي هو جوجل او جيميل، ولا عن طريق ابل تختار، او يوز ايه ساين اون اس اس او. طبعا تختار اي حسابات اللي انت عاوزها، اضغط وابدا افعل. مجرد ما سجلنا احنا هنا عاوزين هنتكلم على الامر الاولاني اللي احنا عاوزينه. احنا عملنا الصوره، انشانا الصوره، عاوزين ان احنا نخليها فيديو، فاحنا هنتكلم على الامر ده، وبعدين نشرح التحديثات والحاجات الجديده اللي حصلت في موقع الايه رانواي. طيب هنا هنيجي على الامر تكست تو ايمج او تكست ايمج تو فيديو. هنا احول صوره الى فيديو او احول نص الى فيديو، هضغط عليها كده. طبعا هنا بيستخدم انفيديا وبيستخدموا مواقع جباره وبيستخدموا امكانيات جباره بحيث ان هي تظهر في افضل ايه صور او بافضل فيديو او بافضل امكانيات. يعني هنا بيبدا يقول لي اهوت اعمل ادراج للايه الصوره بتاعتك، او لو انت عاوز تحول نص كلام لفيديو حط هنا في الديسكريبشن او الوصف بتاعه هنا. طيب انا ممكن ان انا اضغط على الصوره هنا اعمل ابلود افايل، او ان انا اسحب الصوره واحطها في المنطقه دي. هنضغط على ابلود بالشكل ده كده، ابدا اشوف الصوره انا كنت المكان بتاعها واعملها اوبن. عملنا اوبن للصوره، تبدا تعمل تحميل.
في هنا مجموعة من الحاجات مهمة جدا، أو اللي هي الأوبشن أو الخيارات تحت. طبعا هنا خد حضرتك إن هنا الصورة، أنت رفعت الصورة اللي أنت عاوزها، لكن هنا النص لو أنت هتدخل هنا النص، طبعا ممكن ترفع صورة وتحط برومبت، تحط وصف كمان أوبشنال، هنا عاد اختياري تمام كده. هنا ممكن إن أنت تحط وصف اختياري بمقدار كام؟ 320 حرف تمام. يبقى أنت ممكن تضيف 320 حرف هنا إيه؟ اختياري. طيب في هنا عندي برضو مجموعة من الخيارات، لو ضغطنا على الإعدادات اللي هنا ديت، فهنا بتشوف طبعا هنا لو أنت عاوز تعمل أبجريد كلام طبعا أبجريد، يبقى إيه هندخل في الخطط المدفوعة. طيب لو جينا نضغط على الأمر هنا بتاع الستايل اللي هو الأنماط بتاعتي، طبعا على حسب الصورة اللي بتنعرض أو حسب الإمكانيات أو الكلام اللي بينكتب، فيبدأ يديك هنا مجموعة من الاقتراحات، زي مثلا الأسلوب اللي هتنعرض بيه الصورة، الكاميرا بتاعتك، العرض بتاع الكاميرا هيبقى الشكل بتاعه إيه، المدة الزمنية، طبعا إحنا عارفين إن هنا هتبقى 4 ثواني. هنا أدي الكاميرا أهيت، أنت عاوز الكاميرا بتاعتك تظهر زوم إن زوم أوت، تظهر فيرتيكال هورزونتال، تحدد الزاوية بتاعت الكاميرا يعني. لو أنت عاوز تعمل ماشي مفيش مشكلة. هنا عندي ماونت براش أو اللي هو الفرشة البراش بتاعي، تبدأ تختار تحدد اهوت، تعدل الإمكانيات بتاعتك من هنا. طبعا في اختيارات تانية بتظهر كمان، بس ديت هتظهر معايا لو أنت كاتب برومبت أو وصف، اللي هي مثلا أنت عاوز صورة مثلا أنيميشن، عاوزها مش عارف إيه الكلام من ده. طيب هنا أنت إلك إيه؟ هنا بقول لك اهوت جنريت فور إيه؟ سكند 4 ثواني، وفري بريفيو لو أنت عاوز تعمل، هضغط على جنريت، ابدأ انشئ ال4 ثواني. طيب واحد بيقول لي هي 4 ثواني ديت يعني صغيرة وبتاع وكلام من ده، اقول لك لا، ما انت حضرتك ممكن ان انا اعمل برضو اكتر من مقطع، يعني اعمل اكتر من مقطع، وعن طريق برامج المونتاج اقدر ان انا اجمعهم، وبدل ما كانت عندي 4 ثواني لا هتبقى ايه بتتجمع كمشاهد يعني. وبالتالي انا ممكن اعمل برضو قصص مصوره بنفس الفكره، ان انا اجيب صور بالذكاء الاصطناعي بالشكل ده واكتب عليها اعمل اللي انا عاوزه، وابدا احولها لفيديوهات مقاطع كده مشاهد، وابدا ان انا اكون الايه المشهد بالطريقه اللي انا عاوزه. طبعا ممكن ادخلها بقى على اي برنامج مونتاج، واحط موسيقى، احط صوت، احط اللي انا عاوزه. هنا هو تم ايه تحميل اهو، لو جيت ابص كده هنا اهيت، هنا طبعا لو جينا نشغل بص كده العين، بص الايد، بص الصورة عموما في الخلفية، بص الشكل اللي كان هنا البروفايل، طبعا الدنيا هنا ايه تمام تمام جدا اهيت من غير اي مشكلة خالص. طيب لو افترضنا ان الصوره ديت الفيديو ده عجبني بقى كده تمام، وانا عاوز انزله عشان اعرضه على اليوتيوب او اعرضه على اصحابي كلام من ده، مفيش مشكله. هنا ممكن تعمل فيفورت، هنا ممكن تعمل داونلود، هتضغط على داونلود كده هيبدا ينزل عندك على الجهاز مباشره من غير اي برامج حتى او اي حاجه، مش لازم يكون عندي برامج داونلود. نزل اوتوماتيك اهوت، هيبدا يحمل عندي يعني. طبعا هنا لو انا عاوز اعمل زوم مفيش مشكله، ممكن انت لو مش عاجبك الكلام ده او مش عاجبك الفيديو بالشكل ده مفيش مشكله، ممكن انت تضغط على الجنريت تاني مره تانيه تمام، وبالتالي هيبدا ايه ان هو يعمل. طيب لو انا عاوز اغير، هضغط على هنا ايه، احذف دي، اضغط على الديليت، اجت هنا من اول جديد. بص هنا مش في اوبتيكال باجر، مش في اختياري، لان هنا من الاول انت عاوز تاخد وصف وصف ولا عاوز ترفع صوره. تعالى كنت حضرتك نجرب هنا حاجه ثانيه، في بدل ما نعمل صوره احط هنا وصف او ديسكريبشن كده، ونعمل هنا طبعا بص كده اداني هنا بقى ادي ستايل اهوت انماط، دي مش كانت موجوده هناك ليه؟ لان كان في عندك صوره، وبالتالي اجي هنا قال لي اهوت شوف الانماط ديت، عاوز سينماتيك، عاوز هنا ستودنت، عاوز ارت، عاوز ديجيتال ارت، ولا عاوز جرافيك نوفي. طبعا هنا بيستخدم ايه حاجات مميزه جدا، هبص كده 3 دي، عاوز ايه، تبدا تختار الايه الستايل اللي انت عاوزه او اللي انت حابه. 3 دي كرتون، انا عاوز مثلا 3 دي كرتون، وده عشان كده بقول لحضرتك ان انت ممكن تعمل من خلاله قصص كرتونيه كلام من ده، هو خلاص خدت سريكه. طيب هنا برضو لو حضرتك عاوز تعمل مثلا كاميرا، لو انت عاوز تحدد ابعاد الكاميرا، عاوز الكاميرا تيجي من يمين، الكاميرا تيجي من شمال، طيب انت هتعرض على ايه؟ عاوزه تعرضه مثلا هو يوتيوب عادي، ولا عاوز تعمله ريلز حاجه بسيطه كده، فروح جاي واخد 9 16، ولا انستجرام، ولا تبدا تختار اللي هنا تمام. هنا البراش برضو، او هنا الاعدادات لو انت عاوز تعمل اعداد تمام، انا ظبطت الاعداد على حسب ما انا عاوز، هضغط على جنريت. طبعا من هنا بقى بنقدر نعمل اكتر من حاجه واكتر من وصف. هنا طبعا ده الفيديو الاولاني اللي عمله، خلاص كده تم الانشاء، وهنا الهيستوري بتاعه هو
ممكن ان انا احذفه بحيث ان هو يزود لي الايه الحاجات بتاعتي. هنا هيبدا يعمل معالجه اهوت للبرومبت بتاعي ده. هنا حضراتكم دي اهوت الايه الفيديو اللي انا عملته. تعال نفتح كده تكبير ونشوف نشغل كده الفيديو بتاعنا. ده برومبت اهوت هو عمل. طبعا انا ما حطيتش صوره، انا حطيت وصف ابداعي وهو عمل لي اهوت الايه البرومبت ده اهو. تمام كده. طيب بص كده، انا لما جيت عملت نفس البرومبت ده على الايه الايمج كرييتور، بص اداني الايه اهو يوسف امين ادي اهوت. ده البروفايل بتاعه على حساب الفيس. طبعا انت ممكن، انا كاتب هنا الفيسبوك، انت ممكن مش عاوز تكتب فيسبوك، عاوز تكتب اي حاجه تانية، ممكن تكتب اي حسابات انت عاوزها اي حاجه. طيب هنا انا عامل بوي، انت هنا ممكن ان انت بدل ما تعمله 3D تكتب مثلا كرتون، ممكن تكتب ديزني، ممكن تكتب زي ما انت عاوز. الوصف الابداعي انت تتحكم فيه. يبقى هنا حوله اهوت لفيديو اهوت بطريقه جميله جدا. انا شايف ان الفيديو هنا جميل جدا خالص، وممكن استخدم زي ما قلنا في ان انا اعمل كرتون، اعمل فيديوهات، اعمل حاجات، وطبعا اضيف الشرح بقى زي ما انا ايه عاوز بالطريقه اللي تعجبني. هضغط على الرن، علامه الرن واي، ارجع لباك. طبعا عندي اول اداه عندي هنا بيقول لي فيديو تو فيديو. لو انت عندك مثلا فيديو خاص بيك انت، انت شرحه وعاوز ان انت تعمله مثلا بالذكاء الاصطناعي يحوله لك لفيديو كرتون يعني، عاوز، او عندك فيديو كرتون عاوز تخليه سينماتيك، عاوز ايا كانت الحاجه اللي انت عاوزها، يبقى انت عاوز تغير من نمط لنمط. تمام. فبتبدا هنا تختار اهوت هنا ايه بيقول اهوت دي الفيديوهات اللي انا عملتها دلوقتي دي ريسنتلي. لو انت عاوز تشتغل منها ممكن ان انا اعمل من خلال ديت احول ده للنمط لنمط تاني يعني. ممكن هنا ابدا اعمل ابلود اهوت بحيث ان انا ارفع ملف من عندي من على جهاز الكمبيوتر واشتغل عليه. بص كده لو افترضنا اي حاجه كده، هنا طبعا ادي الفيديو اهوت. طيب هنشتغل على هنا، بدل ما اعمل ابلود هضغط هنا على اول اكسبورت كل المصدر، واختار مثلا ايه اللي هو الفيديو ده. هنا ممكن نعدل فيه بقى زي ما انا عاوز، هندخل ونعدل في الاعدادات بتاعته، في الاسلوب بتاعه، في دقه العرض بتاعه، في الكلام ده كله. هتقدر ان انت تختار اللي انت عاوزه منه. طيب في هنا كمان ريموف باك جراوند، ديت لو انا عاوز ان انا احذف الخلفيه، لو انا محتاج ان انا احذف خلفيه ممكن يحذفها لي في ثواني بشكل ايه مباشر وبشكل يعني جميل جدا. هنا طبعا تقدر تعمل ابلود او تقدر تشتغل على الملفات الموجوده عندي هنا على الجهاز. ادي هنا الملفات بتاعتي، ممكن ان انا ايه اشوف اي ملف من الملفات مثلا الصوره او اي حاجه انا عاوز استخدمها، وابدا ان انا اعمل هنا طبعا بيعمل لي اللي هو البريفيو بتاعي او المعالجة. اضغط هنا على اد تو تايم لاين، تايم لاين عشان يضيفها على الشريط الزمني. يبدا هنا يقول لي ايه لودنج، يبدا يحمل لي هنا. طبعا هنا حطيت لي عليها كروما خضراء عشان هو بيوضح لي اهوت كليك اريا تو ستارت ماسكينج. اضغط في الاريا اللي انت عاوز يعمل الماسك بتاعها او يحدد. هنا بيبدا يعمل الاي جنريت. طبعا انت بتبدا تحدد بس مش تحدد اماكن بعيده كده، حدد دايما ايه الاماكن المظبوطه بس. طيب بعد كده هتدخل في المود هنا وهتبدا ان انت تختار منها ايه اللي هو البريفيو. هيبدا اهوت ايه شال كل الايه الخلفيه اللي هنا. طبعا دي عادي هنقدر ان احنا نسيفنا عادي مفيش مشكله. طبعا هنا الباقي الاعدادات بتاعتها اهيت، لا عاوز اخليها اقلل. تمام. طبعا هنا عشان ازود مساحه اقلل مساحه، هنا عشان اضيف افكت هنا فلور باك جراوند جزئيه يعني من الصوره. طبعا هنا الفورمات فول اتش دي، ده في امكانيات كتيره جدا ممكن ان احنا نعملها في الكروما، وان احنا نحذف الصور وناخد جزئيه من الصور زي ما انتم شايفين كده. ممكن ان احنا نغير الستايل بتاعها او النمط بتاعها لكرتوني لكلام من ده، وانا بعمل الريموف بتاع الباك جراوند. عن طبعا حاجه جميله جدا اللي هو التكست تو ايمج. طبعا خد بال حضرتك ان التكست ايمج هنا اللي هو تحويل النصوص الى صور دايما مش البرومبت اللي انا هسيبه مثلا في الوصف. لو انت اشتغلت عليه في البنك هيدي صور معينه، لو انت اشتغلت عليه كل ما تشتغل عليه في اي مكان هيدي حاجات خاصه بيه. هنا طبعا بيبدا يقول لي اهوت العرض بتاع او الحجم بتاع الصوره اللي انت عاوزه، عاوز الحجم يكون في حدود قدين. فبتبدا تختار انت عاوزها مثلا ايه بالظبط، شوف انت عاوزها انستجرام، عاوزها ريلز، الكلام من ده، يوتيوب عادي. هنا الجوده بتاعتها طبعا هنا مديني 720، و720 مش وحشه خالص. ده بص الريزوليوشن بتاعها 1344،
في 768، يعني الريزوليشن جميل جدا. في هنا 2 كيلو، 2 كيلو اللي هو اللي ايه 2048 كيلو، حاجه عظمه خالص. هنا الستايل النمط بتاعها، بص هنا عاوزه ايه، كرتون ولا 3 دي ولا 35 مللي اللي هي عدسه كاميرا، ولا دي كلها ايه انيمي ولا كرتون اهوت، ولا دي كلها ايه حياتها. بص كده لسه في تاني اهو، كل دي كلها امكانيات، ممكن الجرافيك تختار اللي انت عاوزه من الحاجات دي. طيب هنا مثلا لو انا اخترت 3 دي كرتون، وهنا بيقول لي بعد كده العدد المخرجات، انت عاوز كام صوره تطلع من الصوره الواحده. يعني انت لما هتحط برامبت هنا اللي هو الوصف بتاعك، عاوز يطلع لك كام صوره، هقول له مثلا صوره واحده كفايه، لان ده كله هياخد من الكريدت بتاعك. تمام. طيب هنا البرومبت، بروح حاطط البرومبت الوصف بتاعي اهو، وهنا ترين يور اون موديل، لو انت عاوز تحط موديل خاص بيك. هنشوف يعني ايه موديل دلوقتي. هنا بيديني امكانيه كمان ان انا اعمل تدريب الذكاء الصناعي على الموديل، حاجه جباره في الموقع ده حديثا، موجوده دلوقتي حديثا. هعمل جنريت عشان اولد الصوره. بص حضراتكم ديت اهي دي الصوره، رغم ان الصوره ديت نفس الصوره اللي انا كنت عاملها في الايمج جنريتور بتاعت الديزاينر اللي هو ده، نفس ده هو نفس البرومبت، انا ما غيرتش في حاجه، بس شوف اللي هنا واللي هنا مختلف طبعا. قلنا في اي برنامج هيطلع ايه الحياه دايما هتبقى مختلفه. طيب نرجع تاني، في عندي هنا ايمج تو ايمج، ده عشان ان انت يحول لك الصوره بتاعتك. مثلا انت ممكن تحط له صورتك وهو يحولها لك لصوره بلابيض واسود، يحول لك صوره كرتونيه، صوره كلام من ده، زي ما انت عاوز بقى. فتبدا تحط الصوره هنا، ممكن يقول لك ايه اعمل اهوت ابلود هير، ارفع الصوره بتاعتك هنا. طبعا هنا واخد الصور بتاعتي اللي كنت شغال بيها حتى في اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده. وهنا ممكن ان انت تعمل بحث براوز يور اسيست، مساعده تصفح الاصول الخاصه بك. يعني هنا اهوت الصوره اللي انا رفعتها. طيب بعد ما رفعت الصوره قال لي هنا بص، هنا مجموعه من الاعدادات اهي، تشوف انت عاوز ايه. اول حاجه الريزوليوشن، الدقه بتاعتها. طبعا عندي اس دي او اتش دي، اس دي 512 في 512 يعني معقوله. بعد كده في عندي الاتش دي طبعا ابجريد، يعني لازم ان انا ادفع خطه مدفوعه. طب عاوز كام صوره تطلع في المره الواحده؟ من 1 لـ 4. وفي هنا ممكن ان احنا نعمل كمان هزمه جديده او زياده، يعني لا احنا خلينا واحده بس كفايه. او اللي هو هنا لا، ممكن اختار راندومايز عشوائيه ولا البذره بتاعتها، الرقم بتاع القيم بتاعتها لا احنا هنسيبها زي ما هي. طب هنا الستايل، هنا طبعا عامل لي نان، مفيش اي ستايلات. ممكن ان انت تبدا تحول الصوره ديت بقى لصوره بشكل تاني مختلف، وبالتالي ان انت هتبدا تختار من هنا. هختار مثلا كرتون. طيب هنا عندي بعديها ادي كرتون، عندي البرومبت، برومبت وايد او اللي هو بيسموه الوزن الفوري، هنبدا نزودها مثلا حتى بسيطه كده. عندي كمان السترونج بتاعها ثانكس، الجوده بتاعتها هي كده كويس. هنا في حاجه مهمه جدا اسمها النيجاتيف، النيجاتيف دي هنا طبعا احنا عملنا القوه خلاص، ظبطنا القوه بتاعتها. هنا النيجاتيف ديت الحاجه السلبيه، يعني ايه؟ يعني مثلا انت عاوز تشيل من الصوره ديت حاجه معينه، زي مثلا ديت انا عاوز اشيلها، فاقول له احذف لي كذا، او ما تظهرليش مثلا لون اضاءه معين او ايا كان، او احذف مثلا الصور المختلفه عن الصوره الاصليه فيحذف لي الصور اللي هنا، وهكذا. فانت بتعمل اللي انت عاوزه ايه هنا، مفيش مشكله. طيب ممكن ان انا محتاج كمان في الصوره ديت يظهر مثلا شكل معين، او فانوس تاني فوق كده فوانيس، او عاوز اي حاجه زياده ازودها في الصوره، رغم ان الصوره دي عاملها بالذكاء انا عاوز ازود فيها حاجه، فهنعملها هنا في البرومبت. يبقى انا عندي النيجاتيف برومبت ديت اللي هي الحاجات السلبيه اللي انا محتاج ان انا اشيلها من الصوره او اللي انا هعملها. وهنا عندي برومبت يعني الحاجات اللي انا هستدعيها الجديده بتاعتي بحيث ان انا اعملها. طيب في هنا عندي امر اهو اسمه ترين يون ايه، ترين يور اون ايه اون ايه موديل، يعني انا اعمل تدريب للموديل ده، عاوز اخد ده اعمله كموديل الي او نموذج استخدمه بعد كده في النموذج لو انا عاوز استخدم، مفيش مشكله. هنا 28 جنريت، ماشي مش مشكله، هعمل هنا جنريت. طبعا هنا ايه بيقول لي كده الباقه بتاعتك خلصت. طيب هضغط هنا جنريت، طبعا لو انا عاوز اضغط هضغط هنا جنريت هيبدا ايه ان هو ايه يعمل لي تحميل بتاعي. في عندي هنا تكست تو سبيتش اللي هي تحويل بقى النصوص الى كلام، يعني ان انت هتبدا تحط له كلام وهو يبدا يحوله لك لايه؟ لنص. هنا بلقى قنبله في الايه؟ قنبله جديده خالص هنا. عندي هنا بقول له ممكن حضرتك ان انت تبدا تكتب هنا عادي، اكتب اي لغه. بقول له هنا اكتب ايه؟ اكتب اي لغه لبدء تحويل النص. طيب هنا بقول لك او ممكن كلون افويس. يعني ايه كلون افويس؟ يعني انت تعمل استنساخ للصوت.
ممكن هي تحصل على اقتراحات للنص suggestion ايه for text view static عرض كافة الاعداد. طب لو جينا نعمل كلون كده هنا، كلون طبعا هنا للاسف الشديد ان هو محتاج ايه، محتاج ابجريد. بقول هنا طبعا عشان نعمل استنساخ، طبعا فكرة الاستنساخ ديت يعني ان انت تعمل تتكلم بصوت حد تاني، او ان انت تكتب كلام وينطقه حد غيرك. يعني احط كلام مثلا وابص الاقي مثلا مذيع مقدم في قناة معينة، شخصيات مشهورة هي اللي تقول الكلام ده، وهننزل فيديو بيه بالكلام ده ان شاء الله قريب على القناة بتاعتنا. طيب هنا يبقى تكست سبيك، ممكن تكتب هنا وتختار. هنا في عندي برضو هنا لما اجي اعمل جنريت في هنا الفويس اهوت، هبدا احدد الاعداد بتاعتي واحدد الشخصيات مين اللي يقدر يتكلم بالشخص ده. وعندي هنا اكتر من موديل او شخصيات كتير يعني تقدر ان هي ايه اشتغل بيها الحكايه دي. طيب في عندي كمان هنا توتوريالز او دروس، هنا بعض الشروحات يعني محطوط القناه الفيديو هنا او الموقع عامل مجموعه من الفيديوهات، بيقول لي حضرتك ممكن ان انت تشتغل عليها او تتفرج عليها وتشوف هو بيعمل ايه الحاجات ديت، استخدام الفرشه واستخدام الجبل والكلب الكلام ده كله. طيب في هنا حاجه بقى فوق خالص مهمه جدا، ايه هي؟ هنا فيو اسيست اللي هو عرض الاصول بتاعتك او تحميل واداره الابداعات بتاعتك. احنا كده لو ضغطنا عليها بيجيب لي الشغل اللي احنا عملناه قبل كده والحاجات اللي انت عملتها. طبعا كل الادوات اللي احنا بنشتغل عليها من هنا موجوده هنا في ايدي العمود ده كده في الامر هنا. اديت تحرير الصور او التعديل على صور او انشاء صور، تحرير الفيديو او مونتاج للفيديو، جنريت اوديو انشاء ملفات صوت اللي هو كان تحويل الكلام الى نص الى صوت، جنريت فيديو اللي هو انشاء الفيديوهات. طيب تعالى في هنا حاجه برضو مهمه جدا اللي هو فيديو تو فيديو جنريشن، اللي هي تحويل من فيديو الى فيديو بطريقه ايه ابداعيه. باجي معانا كمان امر واحد بس في الفيديو ده اهوت، ان انت تبدا تعمل اسقاط هنا وتبدا تختار بقى اتعدل من هنا على اللي انت عاوزه، الستايل بتاعه الشكل بتاعه القوه بتاعته حد كلها تقدر تعدلها من هنا. ديت تحول من فيديو لفيديو، احنا خدنا برضو حاجه زي كده من فيديو لفيديو تو فيديو، بس هنا ايه الاختصاصات او الحاجات المهمه. طب هنا في عندي تراي اي اي تريننج، ده دي لو حضرتك عاوز تعمل نماذج مدربه. طبعا انت ممكن لما تعمل نماذج مدربه كمان ان انت تعمل داونلود للنماذج ديت وتستخدمها في مواقع تانية، في مواقع تانية بتحب بتشتغل على الايه النماذج المدربه ديت. عندي ثلاث نماذج او ثلاث انواع من التدريب، عندي اللي هو ترين كاركتر اي جنريت، هنا بيقول لي ان انت تدرب ده بتدربه على ايه كاركتر اللي هو على الحروف او الكلمات يعني، منشئ شخصيه باستخدام اللي هو التكست تو ايمج اهو ويز تكست تو ايمج عشان يعمل من نصوص الى ايه صور. يعني انت تعمل اكنك بتعمل موقع كده عشان يحول من دي. طبعا هم الثلاث اصلا تكست تو ايمج، هنا هنا ستايل، هنا عندك عشان الدايره ربو على ايه الانماط او الاشكال المختلفه برضو عشان خاطر من تكست ايمج. هنا اوبجكت طبعا هنا برضو تدريب على الكائنات عشان برضو يحول من كائن. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك من كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.